رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل الأقدة من لساني افقهوا قولي السلام عليكم Today I am going to recite سوره النازيات ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازيات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبها فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفه تتبعها الراجفه قلوب يومئذ واجفه أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الهافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس تواه، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فهشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله على الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغتش ليلها وأخرج دهاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرآها والجبال أرساها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى جنتي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك موتهاها إنما أنت مذر منها